السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشهد جنائي مريب للشاب زين أحمد الذي قتل غدرا في دولة أوغندا على يد زملائه. اليوم يورى الصلاة في مقابر الأسرة حيث أدعوا الآلاف من المشيعون. نحن الآن في المقابر مقابر الأسرة حيث قتل منذ 10 أيام بعد أن أقام لهم مائدة عشاء ووضعوا لهم يعني ثم قاموا بعد ذلك بقتله وإلقاء جسمه في أحد الغابات في دولة أوغندا. السلطات طبعا المصرية استطاعت يعني أن تتواصل مع طبعا السلطات في أوغندا لعودة الجثمان إلى هنا. هنا الكل يودعه في مشهد جنائز مهيب مع السلامة يا طيب القلب. هذه هي طبعا الكلمات التي يرددونها كما يعني الجميع يشهد له بتماسك الخلق وكذلك طبعا طيبة القلب. زين كان عريسا مقبلا على الزواج بعد شهر رمضان، كان يكون في دولة أوغندا منذ 16 شهرا لكن لم يمهله القدر للعودة إلى قرية حيا، وعاد اليوم في تابوت أبناء خشبية. هنا يوري الصورة زين في مقابر الأسرة يعني كما تشاهدون ليورى الصرع. الجميع يعني في حالة حزن شديد وانهيار والدته ووالده ورجل على المعاش وشقيقه، ويعني البلد كلها تشهد له بالأخلاق الحميدة ودمسة الخلق. الجميع في حالة حزن شديد، الجميع طبعا يودعون جثمانه طبعا يعني نظرا للحادث تم تشييع الجثمان من قبل الأعلاف، وطبعا تجري السلطات في دولة أوغندا تحقيقات موسعة مع المتهمين. هم أربعة أشخاص من بينهم 3 أشخاص من محافظة كفر الشيخ وشخص من إحدى المحافظات المجاورة لمحافظة كفر الشيخ. تم إلقاء القبض عليهم طبعا بعد أن استجابتهم السلطات في أوغندا والعثور على جثمانهم ملك في أحد الغابات بعد أن تم أخطرت يعني سيدة كان يقيم لديها في السكن في دولة أوغندا أنه متغيب، وأنهم طبعا الجميع في حالة حزن شديد، الجميع في حالة حزن شديد لوفاة زين رحمة الله عليه. هنا من قرية حسن الغنيمة التابعة لمركز قليل في محافظة كفر الشيخ. طبعا والده في حالة انهيار تام وحزن شديد لوفاته، فهو كان رحيم ودود بأهله وأسرته وبجميع عائلته. يعني عمته شقيقة والده في حالة حزن وانهيار كامل يعني لما كان يقدم لها من يد العون وطبعا الحب جانبها في كافة المواقف، كما أشارت أسرته في حالة حزن شديد. هنا يورى الصلاة طبعا زين رحمة الله عليه. الجميع طبعا فرغوا من تشييع الجثمان ويتوجهون طبعا عقب ذلك إلى عزاء مقام في القرية. مازال عملية طبعا دفن الجثمان طبعا في مقابر الأسرة في قرية حسن الغنيمي التابعة للمركز. يعني الجميع ينتظر حتى يتم تشييع الجثمان. طبعا موقف جنائزي، مشهد جنائزي مهيب، ولكن الجميع قد فرغوا وهم يدعون له الآن طبعا بعد الفوز من تشييد الجنس. سألت يعني بعض المئات من الأشخاص المنتظرين حتى يتم التشييد طبعا في مقابر الأسرة. طبعا هذا المشهد الجنائزي المهيب تم تشييع الجثمان طبعا في مقابر الأسرة في قرية حصر الغنيمي التابعة لمركز كرمان. والآن يعني يتوجه المشيعون إلى العزاء. سنتابع طبعا يعني الجنازة و ذلك العزاء الذي أقيم في قريته عقب طبعا تشييع الجثمان الذي ورث اليوم في قريته قرية حصة الأمن التابعة لمركز كرمان.
في محافظة كفر الشيخ. هذه القرية طبعا هذا الشاب يعني حلم يعني خرج من هنا ليسعى على لقمة عيش وشهد لقمة عيش منذ 16 شهرا. طبعا من اتصلوا بي المتهمين في القضية قال لهم يعني اتصلوا بي ليعدل لهم عدة أشياء وبعد أن عدل لهم عدة أشياء وتناولوا التقصير تم الغدر به وقتله في دولة الغمزة ليعود اليوم إلى قريته في قرية حصته على علي مرقس خليل في محافظة كفر الشيخ. سمعت طبعا أقامت تقييم قضية من العزاء والوصف هذه المشايخ في محافظة كفر الشيخ خير البقاد. هذه أبو بيت البقال